فاطمة وين الجريدة؟ شو؟ لا تجننيني، عم اسألك عن الجريدة اللي نزل فيها الإعلان، حطيتها بخزانة المطبخ. كبيتها بزبالة. منشان ما اتصل يعني؟ أكيد. اصحي بقى فاطمة، هذا الموضوع رح يكبر كتير. هيك قصة فيها شرطة ومحاكم، أنت قد هالشغلات؟ بيكونوا الشرطة هلا قالبين الدنيا على الولد. بس قولي لي شو أعمل بحالي؟ طيب مين بدي أحضنه ناديله يا ابني؟ أنا فهمتك، بس بالآخر هذا الولد مو ابنك، هلا أهله بيكونوا رح يجنوا. أنت من زمان خسرتي ابنك، يعني أنت أكتر حدا بيعرف هالوجع، لا تخلي أهله يعيشوا نفس الوجع كرمال الله سلميهن الولد. روح جيب التليفون. طيب رح جيبه. خدي. يا عمري خذ التليفون حبيبي، دق لها لأمك. فيك تقلي شو اسم أمك حبيبي؟ سمرة. يلا اتصل أنا بحاكيها. ألو، تفضل. إيه أنا، مين معي؟ نحن شفنا إعلان الولد، ابنكم عنا. شو؟ قريبتي لقيته يوم اللي ضاع، وكانت مفكرته يتيم ماله حدا، خلته عنده ودارت بال عليه هالفترة. وقت شافت الإعلان انصدمت وخافت تحاكيه. أعطيني العنوان رح أجي فوراً لعندكم. بس ليكي معلش ما تخبري الشرطة، نحن جماعة مو قد المشاكل وما عنا نية سيئة صدقيني. لا يا أختي، شرطة شو؟ لو نيتكم سيئة ما كنت اتصلتوا فينا. شو العنوان لو سمحتي؟ ايه تمام. طيب أنا جاية فورا. يسلم وشكرا كثير. صحة وهنا على قلبك. فاطمة وقت لقت الولد كان مجروح، وهي اللي عالجت جروحه لأنه هي بالأساس ممرضة توليد، بالمناسبة بتكون بنت خالتي. أنا ابني توفى وهو ولد صغير، كان عمره شي 3 سنين. الله يرحمه. لا مو مصدق انه ابني مات. وقت شفت ابنك بهديك الليلة حسيت انه الله عوضني عن ابني اللي راح بولد غيره. لا تزعلي مني الله يخليكي. لا معقول ازعل؟ يعني لولاكي شو صار بالصبي؟ انت انقذتي. فاطمة اعتبرت الولد مثل ابنه وما كانت حابة تخسره، بس وقت شافت الإعلان تبعكم غيرت رأيها. أهم شيء تعرفي إنه ما كان عندها نية سيئة. لا أنا متأكدة من هالشي وعن جد بتشكركم. بالمناسبة كان طول الوقت عم بينادي عزراء. مين عزراء؟ وحدة حقيرة، هاي أخته. هو وأخته بيكونوا أولاده لزوجي. الله يطول بعمر أحبابكم. زوجي توفى من فترة مانا بعيدة. البقية بحياتك. بحياتكم. تسلموا. درسناها العزراء برا، ولأن عاشت لحالها بالغربة تعلمت على عادات مو منيحة.
بعد ما توفى أبوها أنا فتت بحالة اكتئاب، وهي فجأة قررت تأخذ أخوها وتترك البيت، وهذا اللي صار فعلا. ترجيتها تترك الصبي، قلت لها هذا طفل ما بيقدر يتكيف مع أي جو، بلا ما تتعبي ما سمعت مني. والصبي مصاب بالتوحد، يعني بحاجة لعناية كتير خاصة. هي ما عنده ضمير. الصبي عاش فترة كتير صعبة بصراحة، كل هالسنين وأنا عم عامله مثل أمه وما قصرت معه، مدرسة وتعليم خاص وشو ما بده، ما بيقدر يعيش من دوني، هو كتير متعلق فيني. بصراحة أنا كنت متوقع أنه مصاب بشي مرض، لأنه حركاته غريبة حتى كلامه غريب شوي. لحق معك، واضح ما أنه طبيعي. وأنتوا عم بتقولوا لقيته مجروح، يعني أبصر شو بيكون صاير معه، ما هيك؟ يعني معناها منيح اللي ما دقينا لا لأخته. صراحة الله حمال الصبي، أنا بمجرد ما اتصلتوا فيني قلت لو شو ما كانت حالتي خليني اجي بسرعه قبل ما توصل اخته عذراء وتاخده، رغم انها رح تاخده بعدين. هلا اذا اخذته للولد لعندي اول ما تعرف عذراء رح تجي وتاخده من عندي، في امر محكمه بهالشي. كثير زعلانه مشانه، بس شو بدي اعمل له؟ طيب انا في عندي حل، شو رايك؟ بدك بخليه هلأ عندي، معليش أنا فيني اهتم فيه، ايه أحسن ما يقع بين إيديها لهالمجرمة أخته. رح أدير بالي عليه واهتم فيه كأنه ابني، وهذا الشي كتير بيسعدني. فاطمة الشي اللي عم تحكي مو منطقي، الشرطة بتكون عم بتدور عليه بكل مكان، انتي هيك بتوقعي حالك بمصيبة. لا تخافي ما بيطلع من البيت، وصدقيني بداري مثل عيوني. على ما يبدو تعلقتي بمارتي كثير، انا فهماني عليك، بس انا ربيته لسنين طويله وهو مثل ابني، ما بقدر اتركه وروح. وبكره بس اخته تعرف رح تجي تاخده منك غصبا عنك، فكري شو رح يصير بالولد. الحق معك فعلا، يعني ابصر شو بده يصير فيه. ايه فعلا كلامكم مزبوط. طيب عم تخطر لي فكرة، عذراء بعد فترة مسافرة لبرا البلد وما بظن ترجع، عم فكر إذا من هون لوقتها مارت بضل متخبي عنكم بتكونوا أنقذتوه من بين إيديها. ما فيني أوصف لك قديش فرحتيني، أنتي هيك بتكوني شفيتي قلب أم مجروحة. طيب لكن خلص خلوه هون حاليا. الحمد لله، لا تاكلي هم أبدا حبيبتي، ما رح أصير تجاهه بأي شيء. إيه طبعاً خلال هالفترة رح يحتاج مارك مصاريف كتيرة، لا تاكلي هم القصة، أنا بحلها ماشي. أنا مو طالبة شيء من حضرتك، بس يضل جنبي بكفيني. لا اسمحي لي بهالموضوع، هذا واجبي تجاه الولد يلي ربيته لسنين طويلة وأنا معتبرته كأنه ابني، لو سمحتي لا تخجليني.